أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها الراسخة والشراكة الوثيقة التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد لأكثر من 120 عاما من التنسيق والتعاون بهدف تحقيق المصالح المشتركة على كافة المستويات. جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة في قصر القضيبية أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد النائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء معالي السيد مايك بومبيو وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، الذي يقوم بزيارة للمملكة في إطار جولته الحالية التي تشمل عددا من دول المنطقة، حيث رحب جلالته بزيارة وزير الخارجية الأمريكي، وأكد أهمية تبادل مثل هذه الزيارات لتطوير أوجه التعاون على كافة الصعد، لا سيما في الجوانب السياسية والاقتصادية والدفاعية. وأعرب جلالته عن حرص المملكة الدائم على ترسيخ دعائم علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يخدم التطلعات والمصالح المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على الشعبين الصديقين، منوها بالدور الفاعل للجاليات الأمريكية وإسهاماتها في نهضة المملكة الشاملة، مؤكدا أن أفرادها هم دائما موضع ترحيب وتقدير من قبل شعب البحرين. كما بحث جلالته مع معالي الوزير مجمل التطورات في المنطقة بالإضافة إلى أهم القضايا الإقليمية والدولية، مشيدا بالدور التاريخي الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العالمي وإسهاماتها في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام الدولي وحرصها على التعاون مع البحرين والأصدقاء في دول المنطقة بهدف البناء على ما تحقق من إنجازات وتحقيق المزيد من الازدهار والتقدم. من جانبه أعرب معالي وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره لصاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وهنأه بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت مؤخرا في المملكة، مؤكدا أن البحرين تمضي دائما على الطريق الصحيح لتحافظ على استقرارها واستمرارية تطورها وتقدمها، وأشاد بما يجمع البلدين الصديقين من علاقات قوية يتواصل نموها في كافة المجالات في ظل الحرص المشترك على تحقيق ذلك. هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة حفظه الله مأدبة غداء تكريما لمعالي وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق. وقد صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية بيان صحفي فيما يلي نصه: اجتمع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع معالي السيد مايك بومبيو وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية. وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن امتنانه للملك وولي العهد ووزير الخارجية لعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. الاجتماع ناقش أولويات حاسمة من ضمنها مكافحة الإرهاب واليمن والتصدي للأنشطة الخطيرة التي يمارسها النظام الإيراني. المجتمعون اتفقوا على أهمية أن تستمر كافة الأطراف على العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث لتحقيق حل سياسي شامل لأزمة اليمن. كما ناقش المجتمعون دعم البحرين التعايش الديني وحرية الدين، إضافة إلى الانتخابات البرلمانية ومن ضمنها انتخاب أول امرأة كرئيس لمجلس النواب. القادة أيضا ناقشوا تحقيق التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط الذي أرساه مجلس التعاون الخليجي الموحد من أجل الوقوف بوجه نفوذ النظام الإيراني الخبيث والنهوض بالازدهار والأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية الأمريكي عبر عن امتنانه للدور الذي تطلع به مملكة البحرين بشكل خاص باحتضان الأسطول الأمريكي الخامس ودعم مختلف الأولويات الإقليمية. وكان معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في مقدمة مستقبل معالي السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي لدى وصوله إلى البلاد.